جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: والد زوجي يسكن معنا وهو مريض لا يستطيع الحركة إلا بالعكاز، وفي بعض الأحيان أكون غاضبة فأتكلم عليه في غيبته، ويعلم الله أنني بعد ذلك أندم، ومهما قلت فإني لا أقصد ذلك ولا أقصر في حقه وتلبية طلبه، فما حكم ذلك وماذا علي؟ وهل يكون لي أجر إذا احتسبت عملي في بيت زوجي؟ هل يكون لي أجر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا قمت بخدمة زوجك فلك في ذلك الأجر، لأنك أديت واجبا عليك، ولكن عليك بحفظ لسانك من الكلام الجارح في حقه، سواء كان حاضرا أو كان غائبا، فإنه يخشى من هذا الكلام أن يكون فيه إثم، وربما يبطل أجرك، لأن الإنسان إذا تمنى بعمله فإن المن يبطل الأجر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان، أي المنان بعمله. نعم.